أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثاني من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستعرف على الصورة التي رسمتها الآيات للمغتاب، أيضا معرفة الأمر والنهي، وأيضا الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الاسمية والفعلية موضوع درس هذا الأسبوع عزيزي الطالب، حيث سنوضح الفرق بين هذه الجمل وخصائصها المختلفة مع أمثلة وتدريبات متنوعة. ما هي الجملة الاسمية عزيزي الطالب؟ لو قلنا الدار واسعة، الجو معتدل. إذا تأملت هذه الجمل فستجد أنها جمل مفيدة مركبة من اسمين، أولهما مبتدأ والثاني خبر، ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة باسم تسمى جملة اسمية. أما مفهوم الجملة الاسمية هي كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية. من أمثلة على ذلك أيضا الأزهار متفتحة، الحذاء جديد، البرد قارس. لمكونات أركان الجملة الاسمية تتكون من ركنين، أولهما اسم وثانيهما يجوز أن يكون اسم أو يكون فعل. المبتدأ هو موضوع الجملة المتحدث عنه، اسم معرفة ويسمى كذلك المسند إليه. الخبر وهو الذي يتم به الحديث عن موضوع الجملة أو يخبر به عنه ويسمى المسند، ويحتمل أن يكون نكرة أو معرفة، وكذلك يجوز أن يكون فعلا. قد يدخل على المبتدأ والخبر حرف أو فعل ناسخ. إن المطر ساقط، لا مطر ساقط، كان مطر ساقطا. إن المطر ساقط دخول حرف الناسخ. لا مطر دخول لا نافية للجنس. كان المطر دخول الفعل الناقص. أما كيفية إعراب عزيزي الطالب، الطالبة مجتهدة، الطالبة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ومجتهدة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أما الجملة الفعلية عزيزي الطالب، لمع البرق، يسقط الثلج، عوى الذئب. إذا تأملت عزيزي الطالب هذه الجمل فستكون مركبة من فعل وفاعل، ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية. الجملة الفعلية هي كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية. جاء الرجل، يشتد البرد، خذ الكتاب، انكسر الإناء. أما مكوناتها عزيزي الطالب فهي الفعل هو الحدث الذي يتم بواسطته الركن الثاني، والفاعل الذي يقوم بأحداث الفعل. إعراب الجملة الفعلية، جاء الرجل، جاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سنقوم بزيارة المكتبة، والمكتبة هي مؤسسة تعليمية ثقافية تثقيفية فكرية يتم إنشاؤها بواسطة الجهات الحكومية في الدولة، وتحفظ المكتبات التراث الإنساني والفكري والثقافي. تعتبر المكتبات العامة ظاهرة أصلية في الأحضار الإسلامية والعربية، وتعبر عما وصلت إليه الأمة الإسلامية من حضارة ورقي. وظائف المكتبة عزيزي الطالب، الوظيفة التثقيفية توفر كمية هائلة من مصادر المعلومات، وتساعد في هذه المعلومات أفراد المجتمع على تطوير مهاراتهم. أيضا الوظيفة التعليمية، تلعب المكتبات دورا هاما وفعالا في توفير المعرفة لمختلف الفئات، وتزود الأطفال بالخدمات الخاصة بالتعليم ما قبل المدرسة. الوظيفة الإعلامية، تتوفر وسائل ثقافية وإعلانية مناسبة من شأنهم تقديم المعرفة للزوار والإجابة عن جميع استفساراتهم. أيضا تحتوي على مصادر معلومات يمكن رؤيتها وقراءتها بهدف المرح والتسلية. أما أهداف المكتبة عزيزي الطالب، تشجيع التعليم المستمر، تطوير المعرفة لدى الأفراد وتنمية معلوماتهم. أيضا تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لدعم النشاطات المختلفة، وتنمية الهوايات وتعزيز روح الإبداع، ومساعدة الأفراد على مواكبة الأحداث الجارية. أما الحاجة إلى المكتبات، من أهم هذه العوامل يأتي في انتشار التعليم بشكل واسع، ظهور العديد من الأساليب والنظريات الجديدة في التعليم والتربية والتدريس،
بروز التطور العلمي، أيضا توفر إمكانيات أكبر للرفاهية ورفع مستواه المادي مما يمنحه الفرصة لاهتمام مهارته. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاون